شوف باب، هاي اول مره تصير عندي جي حاله. باوع باوع ميتين كلهم، كلهم مفكسين وميتين. باوع اول مره تصير عندي جي حاله جوا الزواجر. ما اعرف لي ان البرج ما سيم مفتوح. شو تقول باب؟ البرج ما سيم مفتوح. باوع باوع، هذا على الصفحة اثنين هم ميتين، جوا اثنين هم ميتين، هذا عايشين اثنيناتهم، هذا وحدة بوحدة، هذا وحدة بوحدة، هذا هذا ما اعرف بعد، وحدة بس جوا، هذا وحدة بوحدة، هذولا ميتين، هذا وبصفة ميتين. ما اعرف، هاي اول مرة هيك باوع. شرف يعني لو مفقس وميت، لو هو بالبيضة وميت، يعني هاي ما اعرفها. واليوم شوية باردة، اليوم تغير، والبارحة مطر، واليوم تغير شوية الجو. شوف هذول دي يفقسون، بلكي ما يموتون بعد يتحرك. باوعة دي يفقس، وهذا اللاخ بلكي ما يموتون اليوم، ما اعرف، خلي اشوف. شوف باب، هاي اول مرة تصير عندي جي حالة. باوع باوع ميتين كلهم، كلهم مفقسين وميتين. باوع اول مرة تصير عندي جي حالة جوا الزواجر. ما اعرف لي ان البرج ما سيم مفتوح. شو تقول باب؟ البرج ما سيم مفتوح. باوع باوع، هذا على الصفحة اثنين هم ميتين، جوا اثنين هم ميتين، هذا عايشين اثنيناتهم، هذا وحدة بوحدة، هذا وحدة بوحدة، هذا هذا ما اعرف بعد، وحدة بس جوا، هذا وحدة بوحدة، هذولا ميتين، هذا وبصفة ميتين. ما اعرف، هاي اول مرة هيك باوع. شرف يعني لو مفقس وميت، لو هو بالبيضة وميت، يعني هاي ما اعرفها. واليوم شوية باردة، اليوم تغير، والبارحة مطر، واليوم تغير شوية الجو. باوع شوف هذول دي يفقسون، بلكي ما يموتون بعد يتحرك. باوع دي يفقس، وهذا اللاق بلكي ما يموتون اليوم، ما اعرف، خلي اشوف. عندك هنا بهذا البرج، بهذا البرج عندك اثنين حمر هنا، هذول اثنين حمر. اوكي هذول اثنين حمر، وعندك هنا احمر وجوزي، لو احمر وجوزي، لو احمر وبدرنجي يطلع. اوكي هذولا بس فرخين. زين ايش عندك هنا؟ عندك هاي بيضتين راح تفقس. اوكي هذولا حلة 19، هذولا ولد ابن 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 البدرنج، نو ابن البدرنج. عندك هنا انا مال بيضتين مال بدرنج راح تفقس، لو باكر لو عقبه. اوكي عندك هنا انا حلة 21، هسه اشوف ياها، هي حلة 21 همي انا بيضتين راح تفقس. ها هاي الطيرة الكبيرة والبدرنج، وعندك هنا حلة
رقم 17 هذول الثمان بيضات راح يفكسون لو باكر لو عقبه، هذول احلى زواج اربعه، اللي هو البدرينك ابنه ويا الطيره العراقيه حل رقم 21 اللي هي الطيره الـ 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 السمره الكبيره ويا البدرينك، وهاي حله رقم 17 هاي الطيره السمره اللي الممكعكله الحله الجوه. هذول اخوانهم باوع. هاي الحله رقم 21 هذول راح يطلعون مثل هذول. اوكي هاي عندك ثمان بيضات هنا واربع فراخ، وهناك كم فرخ؟ 1 2 3 4 5 6. اوكي يعني 10 فراخ وثمان بيضات سو فار. وهنا عندي هذا البغدادي جوا بيضة، والبيضة اللوغ حطيتها جواها. اوكي هذا البدرينج مبيضة وحدة، شوفها هذيجة راح تبيض اللوخ وازرقها جوا واحد من الزواجل. اوكي عندك هنا هذا فرخ زاز، فرخ زاجل الزاز بيزق هذا الزمال اللي ابد ما طلعت منه فراخ، فدا علمه شلون يزوق. وعندك زاجل هنا همي انا زاجل بقى جوا لهذا بس ما موكلي زين، فشوية ضعيف يعني ما يطلع شو اسمه. anyways هذا الزمال كان فوش يطلع فراخ حل رقم 14 عافى طيرته زوج طيرة جوزية، فما يفيد هذا لا نقله ولا ما نقله. اوكي هنا أنا بلشوا يبيضون، هاي جواب يبطين هذا بس هاي تطلع شكريات، هذا ماكو شيء فشيكم. فعندك بيضة هنا وبيضة هنا، هاي صاروا 10 بيضات، وعندك 10 فراخ هذه 20، ودا انتظر هذا البدرينج يبيض اللوخ ازرقه جوا الزواجل وداسد. اوكي خلي اصور لك هذولا برج ما الزواجل السيم، اسد الباب. اوكي عندك هنا اثنين حمر، شلون موكلي راح يفجروا اثنين حمر. عندك هنا أنا باوع من يصير الصيف شي بسرعة يبيضون، هاي بيضة بيضتين هو فرخ، هذا فرخ احمر، هاي ثلاثة. هناك عندك فرخ جوزي اوكي، وهنا عندك فرخ جوزي اوكي. واراويك بقى هذول حل 16 هذا البدرينج والاغره، بس ما طول عندنا جوزيات يتقامطون تخرب يعني يخرب النسل. اوكي وعندك هنا أنا فرخ احمر، اوكي هذا فرخ احمر، البقيه كلها مبيضة. خل اشوف شو زرق جواها، لان هذول الماتوا وهذول الفراخ باوعهم، حطيت هذيك حتى يلتم الريش هناك ما يطاير. فهذول الفراخ فالشكريات والبدرنقات دي يصفون يصيرون بيض. هاي الفراخ شوف هذا ابن البدرينج. ها
هذا ابن البدرين دي صفي هاي الفراخ كلها زينة كلها نشطة كلها تسرح وتمرح. هذول يمكن اخوان هذول اخوان لا مو اخوان لا هذا يمكن هذا اخوان لا ما اعرف هم كلهم نقشة كلهم نقشة خالص. اسمع